يعني خليني اقول انه النهارده عشان نجذب السياح بشكل عام لازم يكون عندنا اختلاف وتنوع في الفعاليات اللي يمكن بنقدمها لهؤلاء السياح. وخليني اقول مدينه العلمين هي مدينه جديده بطبعها، يعني المدينه نفسها الانشاءات الجديده اللي فيها، الحاجات اللي فيها مختلفه بشكل عام. النهارده نجاح المهرجان، مهرجان زي العلمين، شفته ازاي وازاي هنقدر نجذب منه سياح ونسوق للسياحه في مصر من خلال المهرجان؟ اوكي، خلينا اقول في البدايه سياحه المهرجانات بشكل عام ده جزء بنتسم بيه حاليا كذكاء تسويقي للسياحه بشكل عام. بقى عندنا حاجه اسمها سياحه المهرجانات. كان المهرجان زمان نسمع انه 40,000 50,000 شخص بيحضر، احنا النهارده عندنا مهرجان بيتخطى المليون زائر وده سبق. خلينا لما اتكلم على مدينه زي مدينه العلمين هي معجزه بكل المقاييس. ويمكن هشير مع او يعني هشارك مع المشاهدين، المدينه دي كانت مدينه، ليه بقول عليها معجزه؟ لانه كانت مثلا فيها 80 لغم، مدينه خارجه من واقع ما ينفعش تبقى بهذا الشكل بكل القياسات. النهارده لما اجي اوصل بارض فيها الغام، ارض محظوره، الى هذه الروعه والجمال اللي العالم كله واقف قدامها هي معجزه. وده جزء برضو من الذكاء اللي بنتسم بيه في الوقت الحاضر لنهضه السياحه. فانا عندي شقين، شق المهرجانات وده أداة من الأدوات اللي بدأت أشتغل بيها الوقت دوت كتسويق سياحي، وبدأت أشتغل بيها صح قوي قوي. والشق الثاني هو القدرة الفائقة اللي بدأنا نتسم بها في التطور والإنشاء والتواكب العالمي حتى في إنشاء المدن زي مدينة العلمين.